بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء متابعيني، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طريقة تحويل المكالمات من هاتف لهاتف آخر، تمام، عن طريق كود معين بنكتبه، تمام، وبنرفق بعد الكود ده الرقم اللي احنا عايزين نحول له المكالمات. يعني لو أنا في حد بيتصل عليا على الموبايل بتاعي ده، تمام، مش عايز ان انا استقبل المكالمات وعايز ان موبايل تاني برقم تاني هو اللي يستقبل المكالمات دي، تمام. طيب الطريقة سهلة جدا، كل اللي بنعمله بنطلب الكود اللي هو نجمة 21، نجمة الرقم اللي انا بحول له المكالمات شباك، تمام، نجمة 21 شباك، ده اكواد خاصة بالتحويل، نجمة 21 شباك ونجمة 31 شباك وشباك شباك 002 شباك، كل دي اكواد خاصة بالتحويل، تمام. بمجرد ما بكتب الكود ده وبدوس اتصال، اعادة توجيه الاتصال، تم التسجيل بنجاح. كده اي حد هيرن على الموبايل بتاعي هيتم تحويله تلقائي على الشبكة التانية او على الموبايل التاني. طيب هل ينفع ان انا اعمل تحويل لشبكة تانية؟ اه عادي، ممكن من خلال كود نجمة 21 نجمة 011 012 015، مفيش اي مشكلة خالص، يتم التحويل عادي، تمام. طيب لو نلاحظ هنا اللي هي عندك هنا اعادة توجيه المكالمة، ممكن اعملها تعطيل من خلالي هنا، او ان انا ممكن اعمل تعطيل من خلال الكود. طيب الكود اللي انا بقدر من خلاله ان انا اعطل التحويل ده هو شباك 21 شباك او شباك شباك 002 شباك. الكودين دول بقدر من خلالهم ان انا الغي التحويل. شباك 21 شباك بيلغي تحويل المكالمات، انما شباك شباك 002 شباك بيلغي لك اي تحويل على الموبايل بتاعك. يعني لو انت عامل تحويل مشغول، عامل تحويل مغلق، عامل تحويل لرقم تاني، كل التحويلات بيلغي لك من خلال الرقم ده. لو دوست اتصال كده، إعادة توجيه الاتصال، لم يتم المسح بنجاح. لم يتم المسح بنجاح دي معناها ان التحويل اتشال، بدليل ان العلامة من فوق هنا عندي اتشال، تمام. يبقى علشان اعمل تحويل من رقمي او من موبايلي لرقم تاني، نجمة 21 نجمة الرقم شباك، وعلشان الغي التحويل ده شباك شباك 002 شباك. في كود نجمة 31 شباك، ده بستخدمه علشان اخلي الموبايل بتاعي محدش يقدر يعمل منه مكالمة. يعني طلعت الكود ده كده، معرف المتصل الصالح تم تمكين الخدمة، لو جه اتصل بأي حد هيقول لي تم إنهاء المكالمة. لاحظ كده انتهت المكالمة. علشان ألغيها النقطة دي بطلب الكود شباك 31 شباك. معرفة المتصل الصالح تم تعطيل الخدمة بنجاح. لو جه اتصلت تاني كده، دوس واحد وخلي أغنية بتل يشتغل عادي، خلاص. يبقى عرفنا ازاي بنعمل تحويل للمكالمات وازاي بنعطل الخدمة. أتمنى يكون في